السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن مخرجات مشاورات السويد وماذا يمكن أن تقدمه جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد لمناقشة اتفاق الحديدة والوضع الإنساني. قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيعقد غدا الأربعاء جلسة استماع لتقرير المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث حول اتفاق السويد. وبحسب المصادر فإن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك سيقدم أيضا تقريرا إلى مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن. وكان جريفيث قد قال في وقت سابق إنه يسعى لجمع الأطراف اليمنية لعقد جولة مشاورات جديدة أواخر شهر يناير الجاري. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: أسباب تعثر تنفيذ مخرجات ستوكهولم وأبعاد ذلك على المشاورات المقبلة، ماذا يمكن أن تخرج به جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني والسياسي في اليمن. قبل النقاش نتابع التقرير. مجلس الأمن يجتمع مجددا للوقوف على آخر التطورات المتصلة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وسط تعقيدات لا تزال تعترض تنفيذ هذا الاتفاق. وخلال الاجتماع المقرر أن يعقد الأربعاء سيتم الاستماع إلى تقرير من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث حول الاتفاقيات التي توصل إليها طرف الصراع في ستوكهولم وجهوده الرامية لإنهاء هذا الصراع، وسيستمع كذلك إلى تقرير من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك. مضى أكثر من أسبوعين حتى الآن على صدور القرار رقم 2451 عن مجلس الأمن، وهو أحدث قرار بشأن اليمن، فيما تنتهي الأربعاء مهلة تنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة والمتعلقة بالانسحاب العسكري من المدينة والموانئ دون أي تقدم يذكر. وزاد من التعقيدات المتصلة بالحديدة، وهي الجزء الأهم من اتفاق ستوكهولم، عدم نجاح المبعوث الأممي على ما يبدو في تحقيق حلحلة للتعقيدات المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق خلال زيارته القصيرة إلى صنعاء يومي السبت والأحد الماضيين. ولم ترشح معلومات ما إذا كان المبعوث الأممي قد التقى أي من القيادة الرسمية في الحكومة الشرعية أو أنه توجه إلى الرياض فعلاً في ظل التكتم الإعلامي حول تحركاته منذ أن غادر صنعاء. يأتي ذلك فيما عقد الرئيس عبد الرب منصور هادي مساء الاثنين اجتماعا وصف بالاستثنائي، حضره نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الخارجية رئيس فريق المشاورات خالد اليماني. وكان اللافت في البيان الذي صدر عقب هذا الاجتماع عدم إشارته إلى المبعوث الأممي أو إلى أن لقاء قد عقد مع هذا المبعوث، في مقابل التشديد على تمسك السلطة الشرعية باستلام وإدارة أمن المحافظات من الميليشيا والتي تبدأ بتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة وما يليها من اتفاقات. النبرة التصعيدية في خطاب الشرعية تبدو واضحة من خلال ما أشار إليه بيان الاجتماع الذي أوضح أن النقاشات والملاحظات هدفت إلى تعزيز جهود الحكومة الشرعية على الأرض لتعزيز الانتصارات الميدانية التي أجبرت الانقلابيين للجنوح نحو السلام على حد وصف البيان. صامت المبعوث الأممي هذه المرة أكثر من اللازم بانتظار ما سيفصح عنه في التقرير الذي سيقدمه إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن، وليستبين اليمنيون ما إذا كان ما يزال الأمل معقوداً على المشاورات في إنهاء الحرب أم لا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا من الرياض الكاتب الصحفي عادل الأحمدي، وسيكون معنا من نيويورك الناشط السياسي لبيب ناشر. أبدأ مع الكاتب الصحفي الأستاذ عادل الأحمدي، مساك الله بالخير أستاذ عادل. أهلا عزيزي بشير، حياك وبياك أنت وجميع المشاهدين. مرحبا بك أستاذ عادل. الله يسلمك. هل يمكن القول بأن مشاورات السويد فشلت وأم لا زال هناك فرصة لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم؟ هناك عدة مؤشرات للفشل. طبعا الفشل العملي مؤكد منذ انطلاق المشاورات وقبل حتى أن يكون هذا الاتفاق على محك التنفيذ. كان الفشل مآله نتيجة لما نعرفه عن جماعة الحوثي، عن تركيبة هذه الجماعة، عن ارتباطها العضوي بمشاريع خارجية أيضا تحركها من الخارج، عن يعني كل هذه المعطيات التي نعرفها عن الأرض. كنا على الأرض نعرف أن اتفاق السويد في كل الأحوال سيكون فاشلا، وإن كان يصب في ظاهره طبعا لصالح الحوثيين، لكن الحوثيين لن يحاولوا حتى الاستغلال الظاهري لهذا الاتفاق، وفشلوا كذلك أعتقد في أن يعطوا المبعوث الأممي الذي بذل إلى صالحهم الكثير، فشلوا في أن يردوا له الجميل
والان اعتقد انهم وضعوه في 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 وضع حرج. من مؤشرات الفشل مثلا اعتقد انا تابعت التقرير، من مؤشرات الفشل كذلك مثلا لو لاحظنا قبل يومين ياتي خبر ان الاردن نفت انها تلقت دعوه لاستضافه الجوله الثانيه من المفاوضات. يعني الخبر بمعناه انه هل اصلا مفاوضات يناير لا تزال قائمه؟ نعم هذا هو السؤال يعني فعلا. وهل يمكن الحديث ايضا يعني استاذ عادل طالما انتهى البرنامج الزمني ولم يتنفذ الاتفاق الاول فكيف يجتمعون على طاوله التفاوض من جديد؟ هذا يعني ليس فقط فشل اتفاق السويد بل وفشل مشاورات الكويت المنتظره. تمام نعم. الان الحوثيون نجحوا في خساره مبعوث اممي كان منحازا انحيازا واضحا الى جانبهم، واعتقد ان المبعوث الاممي وبيانه الذي سيقدمه الى مجلس الامن لن يكون قاسيا ايضا في 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 اتجاه الحوثيين رغم كل الخذلان الذي فعلوا في حقه. نعم استاذ عادل، هل هذا هو نتيجه للدلال من قبل الامم المتحده ومبعوثها الدولي للحوثيين وتلك الطريقه من المراضاه للحضور لهذه المفاوضات وهذه كانت النتيجه، ام الحوثيون هم عادة دائما ينقضون الاتفاقيات ولا جدوى من أي تشاور أو اتفاق معهم؟ هي نتيجة التركيبة التركيبة الدماغوجية التي تقوم عليها الجماعة أصلا يعني. نعم. هذه الجماعات لا ترى في الاتفاقات إلا محطات لإعادة التموضع، لمحاولة يعني نقول ليش تنسيم حماس الآخر، انهم يحاولوا تماما ان يحتاج يعني انت تكون في درجه معينه من الانكباب والحماس في معركه غير عاديه. هم عندما يكون وضعهم العسكري سيء يطلبون التفاوض، وكانوا يقبلون اقدام المبعوث الاممي والسفير البريطاني وغيرهم انه رجاء يا بحج الله توسطوا، نريد ان نوقف الحرب في الحديده، لان كانت يعني مسافه ساعات او ايام حتى يتم صحيح تطهير الحديده كامله من المشروع الحوثي، وكان هذه ستكون أكبر انجلاء للأزمة الإنسانية التي يتشدق باسمها كل المبعوثين الأمميين أو غيرهم. نعم. يعني تخيل الآن، ولكن كما تعلم أستاذ عادل، نعم أستاذ عادل، وستبقى المعاناة. نعم نعم، كما تعلم ليست نعم. المرة الأولى، المرة الأولى عندما وصل الجيش إلى ميناء الحديدة ومطار الحديدة وقد كان شبه محرر تدخلت الأمم المتحدة وأوقفت المعركة، وعلى أساس بأن الحوثيين يعني يذهبون لمشاورات واتفاق سياسي. بعدها يعني فشلت كل المبادرات وكل الجهود التي قام بها جريفيث وعادت المعركة في الحديدة من جديد، وعندما وصل الجيش الوطني إلى شوارع الحديدة وكانت المعركة كما تقول قاب قوسين أو أدنى من التحرير، تدخلت الأمم المتحدة من جديد وذهب الناس إلى ستوكهولم، والآن الفشل يتلو الفشل. موقف الآن الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا مبعوثها الخاص لليمن في جلسة غدا، ما الذي سيقولونه في المجلس؟ أنا لا أتوقع أنه سوف يحمل الحوثيين مسؤولية عرقلة الاتفاق. أنا أتوقع وخذ كلامي من الآن أنه سيقول أنه هناك تقدم وهناك كذا وهناك صعوبات نعمل على 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 تجاوزها، وهناك كذا ستكون لغة مائية عائمة ليست لغة تدين الطرف المعرقل أبدا. هذا للأسف لغة معظم المبعوثين الدوليين، لا يحملون طرفا ما إلا إذا كانوا على وشك المغادرة تماما. طبعا ليس في اليمن فقط بل في غير حتى في 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 غير اليمن، هؤلاء يقول لك لا بد أن أبقي على خيوط التواصل ويعني موجودة وعلى الحبال ممدودة بيني وبين الأطراف هذه حتى لا أفقد قدرتي على التأثير عليها وحشدها لمفاوضات أو مشاورات أخرى. نعم. من هنا لا أتوقع أن يكون بيان، هو فقط يريد سيكون سوف يحاول أن يقول أنه لم نفشل. نعم. نعم. وأن العراقل هذه سوف يتم البحث عن الذهاب يعني لمشاورات واجهتها. مقبلة. نعم طيب استاذ عادل ابقى نعم. معي نشارك معنا في الحديث يعني في نقطه قبل ان اكمل. نعم يعني نعم صراحه نعم على الالويه، طبعا نحن نريد السلام وكنا نتمنى بالفعل ان يتم تسليم الحديده مثلا لقوات امن محليه غير تابعه للحوثي بدون طبعا حرب، نتمنى ذلك، نريد السلام، نريد الا تزهق الا تطلق رصاصه والا تزهق نفس والا يجرح احد
في اليمن، هذا بالتأكيد. نعم. ولكن هذا مع وجود الحوثي أمر محال. الحوثي جماعة دموية قامت على شرب الدم وعلى زرع الديناميت لتفجير وتفخيخ الحياة اليمنية. نعم. فلهذا أنا نصيحتي لكل الألوية العسكرية التي كانت في الحديدة ألا تعيد انتشارها ولا شيء. نعم. يجب أن يكونوا في مواقعهم الأولى، لأن الحرب ستعود. نعم. والحوثيين هؤلاء والله لن يخرجهم إلا الصميم لهم. نعم. طيب ابقى معي أستاذ عادل، نشارك معنا في الحديث أيضا من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام. مساك الله بالخير سيد عبد العزيز. كما تعلم ربما تماهي واضح من قبل المبعوث الدولي مع ميليشيات الحوثي، وليست المرة الأولى التي تتماهى الأمم المتحدة مع ميليشيات الحوثي، لكن الآن بعد أن فشلت المرة الأولى والثانية والثالثة وربما نصل الخامسة والسادسة كما يعني حدثت المرات اللي قبلها، الآن المبعوث الدولي برأيك ما الذي سيقوم به وسيتحرك فيه في إطار بعد إفشال كل الجهود التي عملها في السابق، وأيضا الآن الموقف الحكومة الشرعية والتحالف ما الذي بأيديهم بعد أن فشلت كل الجهود السياسية ولازالت الأمم المتحدة تعطي الميليشيا الفرصة والأخرى؟ بالنسبة للأمم المتحدة عادة يعني أو ما يقوم به مندوب الأمم المتحدة في كل الصراعات الدولية كما ذكر الأستاذ عادل الأحمدي، هو دوره دور وسيط، يحاول أن يصلح. هو لا يسعى لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي أو إلى قرارات، مجرد يحاول إحداث توافق في الرؤى بين الطرفين. حقيقة ما حدث في ستوكهولم وكان لصالح الحوثي بنسبة 100% يعني، وكما ذكرنا ذلك سابقا. لكن نحن لا نلوم الحوثي يعني يعني بالنسبه لايقاف الحرب واستئناف الحرب، لا نلوم الحوثي، الحوثي بيلعبها حقيقه بيلعبها صح. الحوثي اذا شعر انه مهزوم او على وشك الهزيمه استنجد بالامم المتحده حتى يستعيد انفاسه، ثم يعاود الكره، ثم يضع العراقيل، ثم يعاود الحرب. لكن لا 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 المشكله هي في قياده الشرعيه وفي قياده التحالف العربي. عندما تخدع مرة فأنت إنسان كما يقال، وعندما تخدع مرة فأنت غبي، وإذا خدعت ثلاث مرات فيعتبر الإنسان في هذه الحالة حمار. الحوثي لم يخدعنا مرة ولا سنتين ولا ثلاث، رغم أن الاتفاق كان بنسبة 100% لصالح الحوثي، لكن الحوثي أيضا عرقل هذا الاتفاق لأنه سعى إلى تطبيق حتى تطبيق صوري لهذا الاتفاق. نعم. الشرعية ليس بيدها إلا استئناف الحرب فقط. اما المفاوضات السياسيه فالنتيجه سوف تفضي يعني الى ما آل اليه اتفاق الحديده. نعم. وهل تعتقد بان التحالف والشرعيه سيمضون في الحل العسكري بعد هذا الفشل، ام سيترقبون واملاء يعني يترقبون لتوجيهات واملاءات المبعوث الدولي؟ للاسف الشديد انا اتوقع انهم لن يسعوا الى الحسم العسكري، ربما لان اطراف اقليميه او ربما اطراف في إطار الشرعية لا تسعى إلى الحزم العسكري، تسعى إلى يعني سواء في دول التحالف أو لا في الشرعية، تسعى إلى إبقاء الوضع كما هو. هناك في كل الحروب هناك مستفيدين، سواء استفادات الدول الإقليمية أو استفادات يعني لشخصيات أو لكيانات معينة تسعى إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه. لا أعتقد أن الشرعية سوف تسعى لحسم المعركة، لأن لو كان في نيتها، أنا أتكلم عن الشرعية، هناك جبهات كثيرة ممكن استغلالها بعيدا عن الحديدة، بعيدا عن الأمم المتحدة، بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الضجيج الإعلامي. كان بالإمكان على أعطيك على سبيل المثال جبهة قانية، يعني نعم. بالإمكان حسم جبهات البيضاء خلال أسبوع، لكن الإرادة السياسية غير متوفرة، سواء عند ربما عند التحالف وربما عند الشرعيه او ربما عند كليهما. نعم. فهناك طرف في اطار الشرعيه والتحالف يسعى الى ابقاء الوضع على ما هو عليه. نعم. طيب استاذ عادل الاحمدي، هل تتفق فعلا مع ما طرحه الاستاذ عبد العزيز بان هناك عدم جديه في الحسم، وهناك اطراف في الشرعيه للاسف والتحالف يحاولون ابقاء الوضع على هذا الحال؟ اتفق معه الى حد كبير طبعا. لو كان عندهم جدية صراحة لكانوا قطبوا الأمور قبل أن يضطروا إلى القعود على طاولة المفاوضات، أو كانوا ربما يتبادلوا الأدوار بحيث أنه التحالف مثلا يضطر للخضوع لضغوط المبعوث الأممي، بينما الشرعية تقول أنني في حل أو نحن في حل.
وتقول أن الشعب غير موافق وأن الجيش لا يطيع الأوامر وأنه سيواصل. مثلا هناك عيش يعني من يريد أن يحسم هناك 20,000 طريقة لأن يحسم، لكن للأسف هناك تهاون، هناك تلكؤ. لا أزال أتذكر التصفيقة السامجة التي فعلوها عندما وقعوا اتفاق السويد. يا لها صراحة إحدى لحظات، أكثر لحظات الخزي السياسي والنفاق السياسي، كانت لحظة. نحن نعرف أن الاتفاق فاشل من أساسه، وأن الالتقاء مع مجموعة إرهابية مجرمة هو التقاء مثله مثل الالتقاء مع داعش مع غيره. فإذا كان هناك أي مشاورات مع داعش وغيره، يفترض يعني إذا كانت تتشاور مع الحوثي لماذا لا تتشاور مع داعش؟ عموما يعني الشرعية صراحة يعني هناك، أو نأخذ أو صراحة يعني ما يقوله لصعب العزيز ليس بعيدا عن الواقع، بل إن هناك تواطؤا، لكن ربما حسابات الدولة غير حسابات العصابة. نعم. ما يعني مصلحة إذن التحالف أستاذ عادل، التحالف أيضا المملكة العربية السعودية على وجه التحديد، ما مصلحتها من إطالة هذه الحرب وأنت تعلم التكاليف الباهظة التي يعني تتحملها في ظل استمرار الحرب؟ 4 سنوات أليست كافية لاتخاذ خطوة جريئة وحسم المعركة عسكريا، لا سيما والجيش الوطني قادر على ذلك؟ والله لا أعتقد أن المملكة العربية أي مصلحة في إطالة زمن الحرب، ولا أعتقد أنها تتعمد ذلك أبدا. لدينا على فكرة فساد في جانبنا العسكري، هذا يجب أن نعترف به. لدينا على الأرض لم نكن يعني الجيش تكون يعني للتو تكون، فلنقول يعني صحيح أنه مرت 3 سنوات هذا، لكن هذا لا يعني أن الحوثيين سيطروا على كل مقدرات الدولة وسيطروا على الرقعة الهامة على مناطق التأثير، والعاصمة كان فيها كل مناطق التحكم يا رجال، حتى إذا أعطبت دبابة أو مدرعة أو عربة، يعني لم يكن لدينا لا استطلاع عسكري لا صيانة لا كذا. ومع هذا أعتقد أيضا أن هناك تراخيا الى حد كبير، وهناك من يعتبرها انها فرصه يعني هناك ايضا تجار حروب في الطرفين الصف. نعم. هذا لا ننكر ذلك، وللاسف بعضهم قيادات عسكريه، وهنا وانا هنا اقول ان بعض هذه القيادات قد كان تم الاستغناء عنها ثم تم اعادتها من جديد مثلا. نعم. لا ارى اننا سوف نحسم عسكريا واللواء محمد علي المقدشي لا يزال في على راس المؤسسه العسكريه في وزاره الدفاع. صحيح. على الاطلاق طبعا. نعم. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الاستاذ عادل الاحمدي، كنت معنا من الرياض، ونشرك معنا في الحديث ايضا من نيويورك الناشط السياسي لبيب ناشر. مساك الله بالخير استاذ لبيب. مساء النور اخي. اهلا بك، كيف تتابع الموقف الدولي حيال الازمه في اليمن؟ مشاورات ستوكهولم ربما حكم عليها بالفشل، والى حد الان لم يتم تنفيذ اي من تلك البنود التي تم التوقيع عليها سواء من جانب الأسرى او حتى الحديده. الان المبعوث الدولي يقوم بتحركات اخرى ربما لعقد مشاورات جديده، كيف يمكن عقد مشاورات جديده اذا كانت المفاوضات الاولى التي تم التوقيع عليها لم تنفذ استاذ لبيب؟ في الحقيقه هو ما حدث في المره السابقه سيتكرر في المره الاخرى القادمه. المشكلة تبقى بأن المبعوث الدولي للأمم المتحدة هو رجل سياسي يأتي للتفاوض بين السياسيين دون وضع الجانب العسكري في عين الاعتبار. المعلم من ذلك أنه عندما تم الاتفاق في ستوكهولم على موضوع مدينة الحديدة وإعادة الانتشار للقوات، لم يكن هناك ملحق أمني أو عسكري يعطي تفاصيل دقيقة عن كيفية تنفيذ ذلك، ما هي الآلية لتنفيذ ذلك. نحن نعرف جميعا ان الجميع اتفق على ان يتم تسليم المدينه للسلطه المحليه التي كانت في 2014، والكل يعلم ان اعضاء السلطه المحليه الذي كانوا في 2014 هم في الاساس مفرقين الى 3 اجزاء، اما جزء تم تشريده خارج مدينه الحديده لانهم معارضين للحوثي، واما الجزء الثاني تم اعتقالهم لانهم ايضا مناهضين للحوثي، والجزء الثالث منهم وهو المؤيد للحوثي والذي بقى موجود في مناصبه لإدارة مدينة الحديدة، وهو للأسف الموجود حاليا والذي الحوثي يعتمد عليه في هذا البند. نعم. هذا طيب. جانب. نعم. الجانب الآخر، لم يتم تحديد كم عدد القوات التي يجب إعادة انتشارها وأين وكيف ومتى بالضبط،
وما هي الآليات التي سيسمح بها لدخول وخروج المواطنين أو لدخول وخروج حتى أعضاء السلطة المحلية التي ستستقدمهم الشرعية من الخارج للعودة إلى محافظة الحديدة. هناك كثير من الأشياء التي ربما كانت هذه النقاط التي ذكرتها أستاذ لبيب. نعم ربما كانت معظم هذه النقاط التي ذكرتها هي كانت ما يركن عليه الحوثيون للتوقيع في ستوكهولم، وهم يعرفون مسبقا بأنها ستفشل، ولكن من أجل يعني فقط إرضاء المبعوث الأممي واستغلال الوقت من أجل إعادة التموضع في أماكنها. الآن السؤال الأهم أستاذ لبيب، من وجهة نظرك الآن المجتمع الدولي ممثل بالولايات المتحدة، بريطانيا التي قادت مشاورات السويد والآن تبحث عن يعني أن تقود مشاورات أخرى، وربما زيارة الوزير الخارجية الأمريكي قريبا إلى الشرق الأوسط والملف اليمني على رأس هذه الزيارة، ما الذي سيحدث وما الذي سيتغير؟ سيكون هناك دائما تقدم، ولكن التقدم سيكون بسيط جدا. السبب برأيي أن هناك طرفين تتعامل مع المنظمة الدولية. الطرف الشرقي المنظمة الدولية تحت مظلة الدبلوماسية العالمية وتحت كدولة وكنظام حاكم معترف به من قبل العالم، وهذا النظام يجب أن يتعامل حسب الأصول الدولية مع منظمة الأمم المتحدة. بينما هناك على الطرف الآخر عصابة لا يهمها أي اتفاقيات، ولا يهمها الالتزام، ولا يهمها التعامل حسب الأصول المتعارف عليها دوليا. هنا تقع المشكلة. الشرعية تتعامل حسب الأصول الدولية، بينما العصابة الأخرى لا تتعامل حسب هذه الأصول أو نفس المعايير، ولذلك دائما تبقى أو يبقى جانب الشرعية خاسر في أي اتفاق دولي ما لم تقوم المنظمة الدولية بعمل حقيقي على الميدان، أو على الأقل إعطاء الضوء الأخضر للتحالف والشرعية لحسم الأمر عسكريا. نعم. طيب أستاذ عبد العزيز الهداشي، برأيك إذا ما استمر الوضع على هذا الحال وبقي كما تحدثت أن هناك لا يوجد نية للحسم العسكري لا من قبل التحالف ولا من قيادة الشرعية كما تحدثت أنت، هل سنلقى أو نرى موقف آخر للقادة الميدانيين للألوية والجيش الوطني في الميدان، وربما تتغير سير المعارك على الأرض، أم ستظل كما هي تراوح في أماكنها وتتلقى التوجيهات من التحالف ومن الشرعية؟ للأسف بالنسبة للقادة الميدانية لا نلومهم، فهم يؤدون مهماتهم. الخلل عندنا في القيادة العسكرية والسياسية، القيادة العليا، سواء رئاسة الأركان العامة، سواء رئاسة الجمهورية، سواء نائب رئيس الجمهورية الذي يتحكم بالمشهد في المحافظات الشمالية، بالمشهد العسكري، سواء بتعيينات القيادات. للأسف الشديد القادة الميدانيين مجرد أن يحاول أن يتمرد قطعوا راتبه أو فصلوه أو وقفوه أو كذا فتنتهي مهمته، أو يمكن يصدر قرار بتغييره إذا تمرد على الشرعية وحاول أن ينفذ شيء في الميدان. للأسف الشديد وكل المعطيات تشير على أن الخلل في هرم السلطة، الخلل في الرأس، فإذا صلح الرأس صلح باقي الجسد، وإذا فسد بقية الجسد. للأسف الشديد الخلل عندنا في هرم السلطة، بداية من رئيس الجمهورية الذي يتخذ قراراته في الوقت الضائع حيث لا يفيد القرار، أو مستمر بإجراء يعني بإصدار تعيينات لا تقدم ولا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد أنه أن إصدار التعيينات هو العمل الوحيد الذي ما زال يمارسه كرئيس جمهورية. كذلك نائب رئيس الجمهورية الذي اتجه اتجاه مناطق في تعيين قيادات الجيش في مارب وما الى ذلك، وكذلك رئيس هيئه الاركان وزير الدفاع. ولو تلاحظ انه ان القاده في الشمال ينتبه الى محافظه ومحافظتين، وهما المحافظتان التي تزود الحوثي باللجان الشعبيه وبالجيش وبالمقاتلين. تحويل الجيش الى مجرد جيش مناطقي وجيش متضخم، جيش كرتوني، جيش على الورق، بينما المقاتلين الحقيقيين لا يدفع لهم حتى رواتبهم. هناك أزمة لا أريد أن أذكر اسم اللواء، بين المرافقين حق قادة أحد الألوية الذي أتى من مارب وبين المرابطين في الجبهة. هناك فساد يعني في هرم السلطة. إذا لم تتلافى هذه القيادات أخطاءها أو يتم عزلها، فإن الوضع سوف يستمر
ليته يستمر، بل انه سوف يتجه الى الأسوأ. وما حدث في صرواح قبل اسبوعين اكبر انذار. الحوثي الان هو الذي يهاجم في جميع الجبهات، الشرعيه في وضع دفاعي، وهذا من ناحيه عسكريه يعتبر تحول في موازين القوى، رغم انه في بعض الجبهات لا يتعدى مقاتلين الحوثي العشرات، بينما لدينا 3 أو 4 ألوية في الورق هم 3 أو 4 ألف مقاتل، لكن في الحقيقه قد لا يتعدون 200 الى 300. نعم، ومع ذلك استاذ عبد العزيز، ومع ذلك ترى ان كما تتابع ويتابع الكثير ابناء الجيش الوطني مرابطين بلا رواتب بلا اي يعني مستحقات، وهم فقط يجندون انفسهم من اجل الخلاص ومن اجل انهاء هذا الانقلاب والمعركه، لكن للاسف مثل ما تحدث هناك خذلان كبير لهم. ان شاء الله تتغير المساله ونرى انتصار لهؤلاء الناس ولتضحياتهم. اشكرك جزيل الشكر. نعم، شكرا لك. تخيل ان الجيش الوطني لم يشتري ولا دبابه ولا مدفع طوال الفتره الماضيه. لو التحالف يسحب نفسه سوف تتهاوى جبهه الشرعيه كما تتهاوى الفراشات على النار. نعم، شكرا لك. شكرا لك الخبير العسكري الاستاذ عبد العزيز الهداشي، كنت معنا من الرياض. وعودة أخيرة إلى الأستاذ لبيب ناشر في نيويورك. أستاذ لبيب، إذن من وجهة نظرك أمام هذه الصورة بالنسبة للموقف الدولي والبحث عن عقد مشاورات مقبلة كما يقول المبعوث الدولي وبعض وسائل الإعلام تحدثت ستكون في الكويت، هل ستنعقد هذه المشاورات إذا كانت أيضا الستوكهولم بتوقيعاتها واتفاقيتها فشلت ولم تحقق أي شيء؟ نعم، بالتأكيد هي ستنعقد بحث وبدفع من قبل المنظمة الدولية للأمم المتحدة لتحقيق تقدم أكبر. ستنعقد وهناك نقاط جديدة ونقاط من اللقاءات السابقة لتحقيقها ستنعقد، ولكن كما قلت لك سيكون التقدم بطيء جدا إن لم يكن شبه يعني معدوم. وما الجدوى من ذلك أستاذ لبيب؟ كما أخبرت، ما الجدوى إذن؟ العالم كله يا عزيزي يتحدث الآن على اليمن، العالم كله يريد أن يرى تقدم حقيقي على الطاولة. للأسف الشديد العالم يعتقد بأن المبعوث الدولي حقق انتصار عظيم جدا في ستوكهولم وبدأ ينتظر إنجازات جديدة. هو لا يعلم بأن المبعوث الدولي كل ما حققه هو فقط اتفاق شفهي سياسي، صحيح، لا أكثر، صوري بالمعنى الأدق. فالعالم سيكون سعيد اذا راى هناك استقرار في اليمن، اوكي، هذه حقيقه. العالم يضع ضغوط كبيره على المبعوث الدولي، المبعوث الدولي يضع ضغوط كبيره على الوفود المتفاوضه، لكن للاسف الواقع غير ما يتحدثون فيه على الطاوله. انا برايي الشخصي مره اخرى، نعم، يجب على التحالف والشرعيه ان يظهروا في البدايه للمجتمع الدولي الذي يضع الضغوط عليهم او ان يثبتوا لهم من خلال الأحداث القادمة والذي تمت بعد ستوكهولم أن هذه العصابة لا يمكن أن تستجيب لأي مفاوضات سياسية ولا يمكن أن تنفذ أي بنود يتم الاتفاق عليها في أو على الطاولة. لذلك يجب أن يكون هناك تدخل عسكري يعمل على كسر عظم هذه الحركة في داخل الحديدة لكي يتم إجبارهم على تنفيذ البنود الذي يتم التوقيع عليها في اي مفاوضات قادمه. اشكرك، اشكرك الناشط السياسي الاستاذ لبيب ناشر، كنت معنا من نيويورك. مشاهدينا الكرام، ختام هذه الحلقه، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقه الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث بنفس الموعد والزمان. السلام عليكم ورحمه الله.